زي ما استمعنا في صوته نور، في مشاعر صوفية بتاخدك لعالم من السحر وروحانيات الخاصة جدا، في صوته عذوبة ورقة وشجن ياخدك لعالم من السمو والبراءة والنقاء، في صوته معاني وأفكار وقيم وكلمات من القلب للقلب، جماهيره وعشاق فنه بالملايين في كل أنحاء العالم، قدر يصنع من الإنشاد الديني الذي يقدمه مدرسة خاصة بتحمل اسمه وبصمته وقدرات وجمال صوته. لي أكثر من 18 ألبوم وحوالي 250 قصيدة من إنشاده، وحصل على لقب سفير الثقافة في الوطن العربي، واختير كأفضل شخصية عربية مؤثرة ضمن تكريم أفضل 100 شخصية إنسانية. يسعدني يكون معنا في واحد من الناس في هذه الليلة المباركة الكريمة في هذه الاحتفالية، نقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي وفرقته طبعا اللي مش عارفانا. أهلا بحضرتك شيخ محمود، وأهلا بالفرقة اللي منورانا. كل عام وأنت طيب، كل عام وأنت بخير يا دكتور عمرو. يعني كل عام وحضرتك ويعني أسرة البرنامج وأحباب البرنامج بخير وصحة وسعادة. وبصراحة يعني هذه المقدمة يعني كبيرة على شخص المتواضع. تستحق يا شيخ محمود. الله يجبر بخاطرك، يعني ربنا يجازيك كل خير. ألف ألف شكر لي. الله يخليك. قل لي يعني الحقيقة أنت بدأت بداية موفقة وجميلة جدا، لكن ده يمكن يخليني أسألك عن الفرق بين الإنشاد والإبتهال. إيه الفرق بين؟ هو الإنشاد لفظ شمولي عام، الإبتهال يعتبر فرع من أفرع كثيرة من الإنشاد. الإبتهال والارتجال، مدرسة الارتجال اللي احنا قلنا منها، القصيدة اللي استهلينا بها البرنامج هذه قصيدة مرتجلة في الأداء. الابتهال يعتبر فرع من الإنشاد. الإنشاد لفظ شمولي بيندرج تحته الابتهال، بيندرج تحته الارتجال، بيندرج تحته الغناء، بيندرج تحته تلاوة القرآن الكريم، تلاوة وتجويد، بيندرج تحته تكبيرات العيدين، بيندرج تحته الأذان، بيندرج تحته فن الخطابة. كل ده يعتبر يندرج تحت لفظ الإنشاد.